احلام ارسناليه، هم اثغاث واحلام. يتقدم ميكل ارتيتا، ارتيتا للتسديد، يضرب الكره ميكل الراسيه وترجع من الدفاع الصلب لليفر، ترجع مره ثانيه عن طريق اوزيل، اوزيل يوسع كره سالوكو، يعمل كنترول يضرب، والهدف الهدف الهدف الاول ارسنال، اوكسلي تشامبرلين جول، واحد للجونرز، المدفع الاول في مرمى كيت جونز، 1-0 سالوكو يصلحها، اوكسلي منقذ الارسنال في فبراير بعد ان كان ملهمهم كازورلا في يناير. الهدف الاول للجانرز، ارسنال يرد الفعل، فينجر يصفق لانه يتقدم، ولكن العبره في الخواتيم، يصنعها اوزيل، يرجع للتوزيع، سانوغو الطويل ياخذها يسدد تعود من الدفاع، في غياب الدفاع وبدون دفاع، الدوزيام بال والكره الثانيه ياخذها امامكم وحده 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 وحده، ولا واحد يضده ولا واحد يقده، 1-0 عن طريق اوكسليد، ولقبه شامبرلين وصفته باسم وراسم الفرحه، سجل 3 أهداف محققين في معركه الكاب. ترجع الكرة الكونتر اتاك، يمشي شامبرلين، شامبرلين والسرعة، يعطي كرة والثاني واللي ضيع يقبل، ولوكاس بودولسكي يذبح الليفر، الهدف الثاني من الامبراطور الالماني، لوكاس الامبراطور والجول، وفرحة الارسنال، سنعيدها لكم، المتسلفة مردودة، سنرد لكم الساعين، ارفعوا المدافع، ارفعوا واظهروا المدافع، بودولسكي المانشافت الالماني يسجل في مرمى براجوس، ملا كونتر اتاك وملا ايش يعمل شوف طلب الكرة، ملا اوكسليد، ملا شامبرلين، يا الارسنالية اذا ما ربحتوش اليونايتد في سبب كبير، سوء اختيار من فينجر وعدم اقحام للدي جي في السريع اوكسليد شامبرلين، كرة ما تتصدش، كرة ما تتردش، ملا السرعة، برا انطلاق وبوزيشن، ملا طلب كرة بيل دو بال، ملا توزيع وملا كروس وملا فيزيون رؤية، والثاني في عيون فينجر، الهدف الثاني من لوكاس. أيام الزمن الجميل، كورة عن طريق 1-2، يمشي فيها السلستي، يدخل فيها السلستي، ضربة جزاء، لا تمويه، أعطاه ضربة جزاء، لا والله بينالتي، لا والله بينالتي، قول لينا الإنجليز براسه يقول له عملتها يا بودولسكي، ألم تسمع مني، ألم تاخذ مني، أكثر لاعب جاب ضربة جزاء، حلالك وحرامك، حلالك وحرامك يا لويس يا دين، يا لويس يا ثعلب، يا لويس يا النمس، قاسية جدا في رأيي، قاسية جدا وشدها بيديه، قال لهم ضربة جزاء بتاعي، جيرارد هل يعيد ويشعل الفتيل في مباراة من سيطفى فيها الطمع من أجل الإفي كاب، جيرارد عن فابيانسكي، فابيانسكي وتمثال لو يصدها ويردها، وجيرارد ما تضيعهاش في متعة المباراة، جيرارد جول، جول للريدز، جول للليفر، جول للليدر، 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 جول لستيفن جيرارد، هدفين لهدف أرسنال، الشوط الثاني للتاريخ، يا معذب قلوب الأنصار، يا معذب قلوب أرسنال، يا صانع فرحة الجالرسي مرمى الريدز، يا معذب أصوات المعلقين، يا كرة الإنجليز.